لعاب الأحزاب يسيل حتى على المناطق الخضراء في العراق، فيسارع المتنفذون إلى تجريف تلك المساحات ومن ثم الاستيلاء عليها وبناء مشاريع سكنية فيها. محافظة بابل تشهد عملية استيلاء على المساحات الخضراء على يد الأحزاب والمتنفذين في الدولة. خرجنا اليوم في بابل نطالب بالمحافظة على التصميم العمراني للمدينة وإرجاع هذه المناطق إلى سابق عهدها لأن تكون مناطق خضراء زاهية وبساط أخضر في بابل لتحافظ على البيئة وتحافظ على التصميم العمراني الأساسي، وإلا سنبدأ بالتصعيد. نحن هنا وفد من الأكاديمي من بابل نقف هنا استنكارا لتوزيع قطع أراضي سكنية بدون استحقاق والتجاوز على المناطق الخضراء. مساحات خضراء شاسعة جرى تصنيفها بدائرة العقارات في المحافظة على أنها مساحات بيضاء لتسهيل عملية الاستيلاء عليها بتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين الفاسدين. مخطط الماستر بلان للمدينة تم تأشير كل المناطق الخضراء على مستوى المحلة السكنية، على مستوى المجموعة السكنية كلها بيضاء. هاي كل الأراضي اللي لها قيمة عالية، اللي لها قيمة أقل لا مؤشرة خضراء، وهذا معنى مشروع لتجريف كل الأراضي الخضراء. هذا أول شيء. جزء من ذا اللي يأخذون القطع يبيعوها يرممون دوائر. عمي نهبتوها البابل، عمي بابل أصبحت منكوبة، عمي يا محافظ بابل اطلع شوف بابل، شوف الشارع، الجوع، شوف الخدمات انتهت بابل. عمي انتهت بابل، أصبحت منكوبة بظل هاي الأحزاب الفاسدة. عمي أهل بابل اطلعوا، ايش تنتظرون بعد؟ مناشدة أهالي بابل، أهالي بابل ايش تنتظرون؟ انتوا ايش خلوا لكم بعد؟ هسه رجعوا على القطع الخضراء المتنزهات هاي العامة قام ياخذوها. محافظة بابل وفق هذا المخطط ستفقد الغطاء النباتي بشكل كامل وتتحول إلى صحراء تهدد الحياة فيها، فإلى أي هاوية يجر العراق طالما بقي هذا النظام الفاسد بأحزابه وميليشياته؟